تشتغل ما عدنا والله يما ما عدنا الخضار هذا الفلاحة بعد ما بيها طمع ماي ما عدنا الوجبات قطعوها ننطر أنا برقبتي 10 نسمات ابني وحيد واحد شي جيت 10 نسمات ولا راتب ولا فلاحة ولا كل شيء يعني من زمان زمان من دور هذا بعدني يعني هاي من عامل بي والله منها بطلت صارت ارامل وانطوها رواتب بطلت بعد ماك واحنا ما عدنا استقامينا بي نجي على بابل والله تشيس يعني يطلع بال 100 كيلو هذا تشيس ماله طحين ب700 ايش تجمع ال700 والله يا يوم الاستفاد غصبا علينا يعني لهو والله لهو يقضي له حاجه لا احنا قمنا نقش والله مو ورث بس احنا هو هاي مكانات كل ما نتعرف مكانها ونقش به لا والله قليل يجينا 1 2 السبب ماكو هم هيك مملحه يروحوا لها والله يبقون يمنا 1 2 كل يوم يشيل من عندنا 50 كيس احنا 5 مدري 6 كل وحده يلحق 10 كيال والله ويعني مو كل يوم هذا شغلنا والله وغادة هم نشتغل بالبيت نكف شغالنا ونجي لهنا نجي والله من الصبح جد قدامك جينا وطلعت الشمس وهاي نشتغل بيتنا قبل ما قبل السقوط احنا بنشتغل به والله الملح ماشي والله نستفاد منه انا اقول لك لا نصرف غير والله هن هذين البشر وانت مثل ما شوف انت مصرف عيالك مو هم احنا ورانا عادي لا ما اشتغلوا به لا والله ايه شو اللي قبل من هالبغداد ما نعرفهم على باب الله العالم تبوك والله انا اقول لك نقعد ويا الاذان نصلي نكف شغالنا وهادي تطلع الشمس ونجي نقش هو هذا شغلنا هالشيخون على طول موجود حتى بشتين نشتغل به والله حتى لا بدرك نقطه والله ظهره هو ترى مرض للبشر وعلي ماكو هو بحساب ما عامل انت ترى الله نقول الحمد والشكر زين شايل المصرف وشايل رواحنا وشايل مثل اللي تمرض والله احنا ايش لابسين لك شوف شوف هذا شروطه شوف هذا كله من الفرقه حار يلا بشت يا بارد تم يفلح على الدين يوميا نشتري منهم ملاح وخوي يطلع يحمل لهم يجيبون لنا الديوانيه من الشوملي يروحون يفرونا بالحله بالنيل يجون غبشه هنا يعبون الملاح تجي ملاح يجيهم الصبح يشيلونه يبيعون يعني هو ملاح يجيهم لهنا يشيلونه يعبون لهم بالسياره نعطيهم عليه يعني كل 50 كيس 25 10 ايه ايه يختلف وهذا اللي يشتريه يروح ياخذه بالحله يبيعه ما عمله بشي